Bon, salam alaikum, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bon, aujourd'hui on va vous montrer comment faire le calage d'une New Spark 1216V. New Spark 16V, double black comme chaîne Hadid. Bon, on va le piston bien sûr, on va bouger. On va le piston, on va dire le cinquième bien sûr. Voilà. Voilà, voilà, voilà. حتى يطلع كاع البيستون، حتى يطلع البيستون، هذا البيستون طالع، هنايا عندنا دي روبار، هنايا عندنا دي روبار، عندنا هنا واحد هنا، وواحد هنا، بون هنا ما نحيتش الكاش دوشان، جي با اونلفي لو كاش دوشان، مونتيت لا كريلاسيون اونلفي لو كاش دوشان، مي في لاشين لاشين. كاين دي روبار مي حنايا تبعو هنا روبار هدا طيحوه مع هدا هدا هنا يطيح مع هدا فلاشان فيها دي روبار تاني وانا مانيش مطيح لي روبار تحسب ان دو تخوا كات سانك سيس سات ويت لوطخ روبار هنا عندك لي كون هادي منو وهادي منو هذا هو الكالاج تاع نيو سبارك ومن تحتها كان تاني في البلاكون فيه تاني روبار من تحت كي تنحي الكاش ديشان تدخل من ناحية الكاش ديشان كاين روبار هنا تصيب روبار مع البينون تاع في البلاكون سينو لي روبار من الفوق تاع الربليزا البلاكون يجيو هكذا سي سا. السلام عليكم.